الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم السلام لمن دخل على جماعة المسجد؟ الحمد لله، السلام عند لقاء المسلم بالمسلم سنة، سواء كان قد لقيه في الشارع أو في المسجد. فإذا لقيت أخاك في أي مكان من الأمكنة وسلمت عليه فإنك قمت بذلك، قمت بالسنة. فالسلام سنة عند لقاء المسلم لأخيه المسلم، وأحب المتلاقيين إلى الله عز وجل، وأولاهما به من بدأ الآخر بالسلام. فالسلام سنة سواء في المسجد أو في غير المسجد. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أنه سأل بلال بن رباح: كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الأنصار حين يسلمون عليه وهو يصلي؟ قال: يقول هكذا وبسط أصبعه، أو قال وبسط كفه، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وإذا كان الإنسان قد سلم في المسجد وكان ثمة من يصلي في المسجد، فالذي يصلي لا يرد على من سلم عليه باللفظ، لأن لفظه مشغول، والمتقرر عند العلماء أن المشغول لا يشغل، وإنما يرد بالإشارة للحديث المذكور، فيبسط أصبعه أو يبسط كفه، وتعتبر هذه رداً للسلام بالعلامة البدلية لتعذر الأصل، وإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل. فالسلام على المسلمين سواء في المسجد أو في غير المسجد هذا أمر لا بأس به. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر يوم الجمعة يسلم على المأمومين فيردون عليه، فهذا أمر لا بأس به إن شاء الله، وعلى من منعه أن يأتي بالدليل الدال على المنع، لأن المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. فلا يجوز للإنسان أن يمنع من السلام عند لقاء المسلمين فيما بينهم في المسجد أو في غيره، لأن الأدلة الواردة في السلام عامة غير خاصة، ومطلقة غير مقيدة. فمن قيد حال المسجدية فكره فيها السلام، فلا بد أن يأتي بالدليل الدال على هذا التخصيص أو التقييد، لأنه مخالف للأصل، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، والله أعلم.